طب دكتور هيثم، جالنا على الصفحة دلوقتي أنور بيسأل، بيقول لو أنا دلوقتي اتأكدت إن حد سارقني وحد من عيلتي وقريب ليا جدا، أتعامل معاه إزاي؟ والله هو ممكن يعمل حاجتين، ممكن يقابله هو شخصيا ويصرحه إن هو عرف بهذا الأمر، ولو سامح وعفى يكون أفضل. ليه؟ لأن هو ممكن يكون عمل ده لحاجة ما اضطريته ان هو يعمل ده. طب لو سرقه في حاجة كبيرة جدا، يعني مثلا لو زي مثلا ورث مثلا. لا، الورث في قضاء يلجأ له. في محكمة يلجأ لها. إذا عفى وأصفح. حتى لو شخص قريب جدا. حتى لو شخص قريب جدا. يا أيها الذين آمنوا إذا دانتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لا، الحق بتاع ربنا ده ممكن يعفو ويصفح فيه. أيوة. يعني أنا بصلي أو ما بصليش بينك وبين ربنا، لكن حق العباد مرهون برد المظالم إلى أهلها. هو هنا بقى يا فندم في جدلية حصلت، إنه أنا حد ظلمني أو أخذ حقي يقول لك معلش سامحيه. هنا إحنا بنقول العفو عند المقدرة. تمام. وطالما إن أنا مش قادرة فده من حقي إن أنا أقول لأ. وبعدين هل في ربط ما بين إن أنا اسامح وان انا اسيب حقي؟ لما. اخد حقي وبعدين اسامح. ايوه، مفيش مشكله. صح. انما مش معنى ده مش حقك لوحدك يا فندم، ده حقك وحق اولادك. صح. يعني اللي واخد حق الميراث ده مش حقك لوحدك، انت واخد حقك وحق اي بقى ميراث او اي حق في شغل، لكن في لو في واحد علاقات مثلا تجاره او في اي حاجه اسامح بشرط ان انا اخد رد حقي. رد المظالم لاصحابي. اه بالظبط. اخد حقي ده من حقي تماما وبعدين اسامح. ربنا اللي قال لنا كده، التسامح مش مشروط ان انا اسيب حقي للناس. ولا طيب. تاكلوا اموالكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. طيب يتعامل ازاي مع اللي سارق ده لو هو واجهه مره واثنين وثلاثه والتاني مثلا بينكر، لكن الشخص متاكد من سرقه الشخص لو متاكد الآخر يلجا جالي. للقضاء يا فندم. يلجا للقضاء. حتى لو اخوات؟ حتى لو اخوات. لو هو ربنا شرع الميراث ليه؟ عشان في محاسبه. اصل هيجي يقول لك لا، طب وانت هتحبس اخوك؟ ما انا بقول لحضرتك اخوه عمل فيه كده. اكل مال اليتيم. اكل مال. ومش ماله بس، ده ماله ومال ورثته. فربنا قال كده، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. طب لكن انا اخويا مش عايز اعض فيه، مش عايز يبان ان انا مش كويس قدام المجتمع. هو حر بقى. هو حر. هل مولانا المؤمن قوي؟ لانه انا اعرف انه المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. الله يفتح عليك. نعم. فاذا هنا القوه، المؤمن القوي احسن عند ربنا من المؤمن الضعيف. تمام. الضعف في ناس بتقول لك خليك سيب حقك، سامحه، مش مشكله حتى لو اذاك، اعتبر ما حصلش حاجه. هبتدي الانسان يضعف 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 لحد ما يتداس عليه. هو لا، المؤمن لازم يبقى قوي. قوي طبعا. ايوه. وياخد حقه. في فرق بين العزه والكبر. ايوه. وفي فرق بين الذل والعفو. ايوه، عايزين نوضح بقى الفرق ده مولانا. العزه في غير كبرياء. صح. والذل في غير ضعف. الانسان يعفو لما يكون قادر على ان ينجز هذا الامر. لكن مش عارف ياخد حقه، ده ضعف. بس انا عايز اقول رساله تانية. في كتير من الناس بتاكل الحقوق ومع ذلك بتصلي وتصوم، وكأن في انفصام في الشخصية بين اللي بيصلي وبين المعاملة بين الناس. طبعا. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة، أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. هو الرجل جايب 100% زكاة وصوم وصلاة. يعني العبادات ما شاء الله مقفل الدرجات النهائية. طب المعاملات بينه وبين الناس بقى؟ بينه وبين الناس 0%. هو سيدنا النبي اللي قال لنا كده، أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من أتى بصلاة وصيام وحج وزكاة ولكن أتى وقد سب هذا وسفك دمي هذا وأكل مالي هذا. يبقى واقف في الصف الأول وهو أكل مال الحرام. يصلي في الصف الأول وهو أكل لأموال اليتامى ظلما. أيوة. يصلي وهو أكل لحقوق الميراث. طب إيه ده؟ عشان كده ربنا قال لنا على لسان سيدنا النبي، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مش العبرة أننا بنقرأ القرآن وما نطبقش اللي فيه. مش العبرة أننا بنصلي والصلاة ما بتنهاش عن الفحشاء والمنكر. لا، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يبقى الصلاة من شأنها تهذب الأخلاق.
تهذب، انت جاي عشان تهذبنا تأدبنا. عشان كده سيدنا النبي قال له ايه ربنا؟ وانك لعلى خلق عظيم.